بتديروا بالكم على اولادي منيح بغيابنا. ها حاضر يا ماما. يلا يلا فوت يا ماما فوت. مرحبا يا مو، شو بلاقيكم رايحين؟ ايه رايحين يا مو. ان شاء الله مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي خالتي امزكي. لا تباركي له امزكي، لسه بكير ما صار شيء. شرفي. شلونك اختي؟ شلون صاري؟ لي يلا يا بورا. مع السلامة يا مو، مهونة. شو دلا؟ امك وامزكي وبوران رايحين لبيت لطفية ما هي؟ لا مو رايحين لبيت لطفية، مو رايحين لبيت ست الحسن والجمال. شي؟ لكن لوين رايحين؟ رايحين لبيت فريال خانون. بلا غلاظة وليه؟ نقلع منو شي؟ ايه رح نقلع. اخي هن رايحين على السوق يشتروا خاتم بعدين يرجعوا على بيت لطفية. ايوه قلع لي. يبلي بحم على العادة ساعة لا تفتح الباب. مي؟ أنا أمزكي. افتحي فريال معي ضيوف. ومين هالضيوف بقى؟ لك معي سعاد خانم وبنت أبوران. شو بك؟ يو وشلون جايين لعندي؟ مو على أساس بيتنا ما بينداس. لك ساعة بتلطعين على الباب مو حلوة بحق سعاد خانم وبنتها. امشي بوران امشي. تعي لك سعاد خانم سعاد خانم. لك ارجعوا بوران بوران بوران. ليك بحمى يا فريالي ليك بحمى شكيتك إلى الله لا يغفل عنك. والله نحن عملنا اللي علينا وما عاد لأبوك حجة بنوم بنوم. شو يا مو؟ لاقيني رجعتك قريبة. مش الحال يا مو طلبتوها للطفية؟ يطلبها عزرائيل إن شاء الله هي وأمها. لك شفتي؟ شفتي شو عملت؟ ما فتحت لنا الباب المقوصة. أخ أخ لو يعرفها أبوك على حقيقتها ما كان فكر ياخذ بنتها لأخوكم. لكان بده يناسب الزعيم على حسابي. لا مو صحيح. طيب ليش ما فتحتي الباب؟ صدقيني كنت بدي افتح الباب بس حبيت اتسلى فيها شوي وتقل حالي عليها. يعني ما بيطلع لي؟ مو عيب عليكي؟ هي سعاد خانم جايب رجليها لعندك بعد كل اللي صار بيناتكم. تعملي معها هيك عملة؟ شو ذنبها بنتك؟ بدك تقطعي بنصيبها انت؟ ايه هي الكهينة ما صدقت اتأخر بفتح الباب حتى حملت حالها ومشيت. لك شو بدك اياها تترجاكي لتفوت بيتك مشان تخطب بنتك لابنها؟ يعني شو ما عليكي بس الله ينتقم منك. أصلاً أنت ما لازم حدا يناسبك يا قليلة الذوق خاطرك. أهلين يا بي. أهلين يا بي الله يرضى عليكي. يعطيك العافية يا بي. أمك وأختك بوران رجعوا من عند الجماعة؟ إيه إجوا قاعدين جوا بالمربع. في عندنا حدا؟ إيه عندنا خالة مزكي. إيوه مسكي يا بي مسكي مسكي الله يرضى عليكي. طالعي ولا فوق دور. إيه على راسي. ابن عمي فريال بتعرف انه نحن رايحين نطلب ايد بنتها اليوم؟ شو عم تحكي انت سعاد معلوم بتعرف؟ وقرانين فاتحت انا والزعيم وخالصين ومنتهيين وهو عاطيهم خبر مشان يقوموا بواجبك. لا وقامت بالواجب ما شاء الله حولها. شو في لك سعاد؟ احكي لي شو؟ ابن عمي تركتنا ملطوعين على باب صقاق وما فوتتنا وصار الرايح والجاي يتفرج علينا طول شحادين مو هيك. شو هالحكي؟ هات لاحلف لك على المصحف حتى امزكي كانت معنا شو حسألها اذا بدك. هلا هي خلتكم ملطوعين قدام باب صقاق؟ مو هي هيك بدها امزكي تنفلق هي وبنتها. يا عيب الشوم عليها هي اللي عاملت لي حالها بنت قصر. قلي لاولاد الاصول ما بيعملوا هيك مع الناس. وانا اللي رحت بذات نفسي مشان استرلع على بنتها. بهي معكن حق بس نحن ما بدنا نكت على النار زيت يا سعاد خانم والرجال قروا الفاتحه.
لك وحيات هدول ما بدوس بيتها لا تيجي براسها تعتذر مني، يا اما خلي بنتها عندها. ولك انا سعاد خانم الف بيت بينفتح قدامي. صدقيني ومالك يمين علي اني بهدلتها بهدلي غسلت فيها الارض وهي ندماني على كل شيء عملته. بعدين على شو شايفت لي حالة ورافعت لي مناخيرة؟ اذا ما بتديانا نخطب بنتها تبعت خبر تقول، المهم تعرف قدر الناس وتعرف قدرها بين النسوان. شو بعصام، ان شاء الله الحريم اتفقوا بين بعضهم على كتب الكتاب والعرس والذي منه. والله شو بعصام ما تجاوبني؟ لسه ما صار شيء زعيم. ما صار شيء؟ ليش الحريم ما راح لعندها؟ اسمح لي زعيم، بس يعني انت عاطي خبر للجماعه اني انا خاطب البنت منك؟ معلوم عاطي خبر. شو بكون يا ناس؟ احكوا، تعرفوا انتوا هالحكي واللغمز واللمز هذا ما بحبه. الظاهر معناتها امر البنت مو رايده جوازي زعيم. اي نعم، تركت حرمتي وبنتي الكبيره وداي امزكي حصه على الباب وما فتحت له شيء. شو هالحكي؟ انا اي والله يا من بكره بكير بتروحي لعندهم وبتعتذري منهم، والا والله الي تصرف تاني معك. فهماني؟ لا شايفة شيء قدامي. وليش فريان خانم ما فتحت الباب؟ الله أعلم، يمكن مالا موافقة. مالا موافقة؟ ليش؟ إيه شو بيعرفني أنا؟ بدكم شيء تاني أخي؟ لا أمي أنت تيسري يلا. شبنا أخي؟ شبنا طول بالك. أما زبطت هاي في 100 وحدة تانية بتزبط، أمك تاخد لك أحلى وأحسن بنت بالحارة. بس هي قرايبته للزعيم، بتعرف يعني شو قرايبته للزعيم؟ يعني كل ما مشيت بالحارة الناس حتقول هذا صهر الزعيم. لا لك عصام لا، هي ما حبيتها منك منه. شو هي صهر الزعيم؟ أنت ابن أبو عصام، أبو عصام الحكيم اللي كل الناس تحلف بحياته من كبيرة لصغيرة. شو نحن من عيلة قليلة؟ شي يعني قلتك خلاص فرطت القصة. سعاد بضيع عليك، بكرة عند على بكرة لحد بابك فريال خانهم تستعذر منك. شو هالحكي؟ مين قال لك ابن عمي؟ هلا مثل ما عم أقول لك، خلصنا بقى. أنا رايح أتوضى وصلي، مكسور علي المغرب والعشاء. يا رب. أكيد أبو عصام خبر الزعيم، والزعيم راح لعنده وبهدله. بسيطة يا فريال، رح تيجي لعندي برجليكي. شربي شربي من الكاس اللي سقيتيني منه. اتأخرت ام زكي. روح معك انا امي. لا امي ما تروحي معي. الله يخليك. عم لك لا يعني لا، ما بتفهمي انتي. هي ام زكي روح افتحي لها بسرعة. جوا عم تستناكي. ليكي هون مزكي. اهلين وسهلين. بهالعين خير ان شاء الله. ليش بعتي ورايي؟ بديك تروحي معي مشوار. لوين؟ اهلين فيكي سعاد خانم. يعني مبارح انا ما عرفت مين كان على الباب، ولما قالت لي ام زكي انه انت كنتي معها وبنتك بوران ما صدقتها. كل بالي انها عم تمزح معي. حتى اسألي لأم زكي، مو هيك أم زكي؟ يا على عيونك إلهي، على إيش بدها تسألني؟ لك اعترفي بغلطك شي مرة عن حقه حقيقي. أنت مبارح غلطتي مع الجماعة، يلا اعتذري لهم ورجعوا أصحاب وأحباب مثل الأول. بعتذر منك سعاد خانم، بعتذر منك بوران. إذا بدك هاتي لبوس راسي. سعاد خانم حلي يا برمي، أنتوا رح تصيروا نسايب، مو حلوة تضلوا متزاولين من بعض. خلص انا مسامحتها هيك. تسلموا لي الهي. يلا بوران قومي اعملي لنا فنجان قهوه، خلينا نحلي القعده ونهدي الجو. حاضر. ايه.
يا رب يا رب يتفق. أهلين يا مو، طمنيني. طمن، صالحنا وبكره جايين يخطبوكي. انبسطي. سعي يا مو. ايه سعي يا مو، روح ساوي لي كسر صفرة لأنه نستعوا طعمونا عندهم الجماعة. هو مزكي وينه؟ مزكي ضلت عند سعاد، أم الشين والسنين، أم سبع برابيك. أهم شيء إنك تكسري عين في ريال بالذهب ويكون جهاز عصام عليه القيمة. يا أنت شو عم تحكي مزكي؟ إيه أنا بتمرها تمر بالذهب إذا بدها، الحمد لله الله منعم علينا. ومن ناحية جهاز عصام رح نشتري له أحسن جهاز بالشام كله، تفصيل وحياتك. المهم هي تجهز بنتها منيح. إيه لا كلك فكرة، هي عاملة حسابها وروح قلبها البهورة، وهلأ عم تحكي بدها تروح تقطع أحسن قماش بالسوق وبدلك بنتها تبع العرس، بدها تخيط لها على إيدها. يلواه الواه، ليش قلة خياطات بالبلد يعني؟ إيه لا سعاد خانوم، إيه لا تفصيل في ريال ما بينحكى عليه، سأليني أنا. اتفقنا أنا وبوران بكرة نروح لعند فريال نفصل النقد ونتفق على كل شيء. يعال الله يقدم لي في الخير. من عمي حكيت أنت والزعيم بالنقد شيء؟ اللي بيطلبوه الجماعة يا سعاد أنا موافق عليه 10 على 10. أنت بس الله يرضى عليك اللي مطلوب مني تحكي تفاصيل الجهاز ولازمينه. يا أهلين ويا سهلين، شرفتوا والله. أهلين فيكي فريال خانو. تفضلوا تفضلوا استريحوا، أنا تكة وراجعت لكم. إذنك معك تقبريني. ليش هيك البيت ريحته طالعة؟ ريحته طالعة؟ إيه مخمخم خمخمة، مو هيك يا مو؟ إيه في ريحة خمة يا لطيف. إيه والله ما في شيء، أنت التانية ريحته مثل المزق. إيه شو بالظاهر ملشحة مزكي، ما عم تشمي ريحة البيت طالعة لبرا. الله يعينك يا أمي على هيك كلنا شايل عندك، بكرة بتطلع ريحة البيت من ورا خمخمته. إيه معلش توريني، بكرة بتعلموها النظافة عنكم. كمان نحن بدنا نعلمها، ليش مو المفروض أمها تعلمها كيف تكون ست بيت كاملة ومكملة؟ إيه علينا، لك شو بكون يا جماعة، مو حلوة استغياب العالم، روقونا روقونا بقى. اضرب حظك يا أخي على هيك جواز، شو رح تكون مسخمة؟ سعاد، سعاد سكتي بنتك أحسن ما أقوم حظها. يا ميت أهلين وميت سهلين، شرفتونا وأنستونا، ما تأخذوني تأخرت عليكم. لا معلش، شو وين العروس؟ عم تغلي قهوة. شايفة سعاد خانو؟ شايفة الفستان خزينة العين شو لابق لها لفريال؟ يو لابق للشو حمر شو حول أبو بريس بقاب. الله بيسلموا هالإيدين، ما شاء الله حولك وحواليكي. ما تشربي قهوتك بوران؟ إن شاء الله تكون القهوة ما فيها سكر لأنه أنا بحبها دلعة. إيه لا تقبريني، قهوة لطفية لا يعلى عليها. إن شاء الله. شلون لقيتي لي القهوة بورا؟ ما بقى شي، تنبلع. قبل كل شي يا جماعة بتتفقوا على النقد وبعدين بتحكوا باللبس والجهاز. إيه والله صدقتي. أنا بدي نقد بنتي 10 ليرات ذهب إنجليزية. ونحن حاضرين في ريال خانو. ولا شو كل هالقد؟ ايه شو نحن عم نخطب بنت السلطان؟ والله انا هيك نقد بنتي والشاري بيدفع. ونحن الله عطينا ومنقدر ندفع. ولا نسيتي انه ابني ابن ابو عصام الحكيم؟ ايه لكن خليها 100 ليره ذهب انجليزي سعاد خانو. والله اذا بدك 100 ليره ذهب خلي بنتك عندك والله يبعث لها عريس يدفع لها بدل 100,000. شو بكن يا جماعة عم بمزح؟ صدقيني يا سعاد خانو ممالك علي يمين، اللي بتقولي أنا موافقة عليه، وبالنسبة للناد أنا سحبت كلامي، أنت فصلي وأنا بالبيس. رح عدى بسعر بناتي وهيك ما بكون ظالمتها. خلينا نحكي بكتب الكتاب وملبوس البدن. ماشي، منحكي باللي بدك يا تفضلي عادي.